منكفي مشوارنا الصباحي مشاهدينا ومنوصل لنستقبل الدكتور رائد محسن اختصاصي بالتوجيه والارشاد الزوجي والعائله. صباح الخير. صباح اهلا وسهلا فيك. كل عم يشاهدونا. كيف بتبلش عاده نهار التنين؟ كيف بيكون تنين النشاط؟ التنين بكل نشاط منيح لانه بيبدا هون، نهاري بيبدا اسبوعي بيبدا هون. من عنا بالجديد وبتاخذ الطاقة الإيجابية لكل أسبوع. خيش حلو، شكرا لك دكتور رائد. اليوم الموضوع اللي حبيت حضرتك أنه تحكي فيه، ليه بفضلوا الأهل ولد أكثر من ولد؟ ما بدنا بس بدي ما بدي أخلط ما بين أنه نحن منحب الأولاد كلها مثل بعضها وبين أنه نفضل ولد على ولد. صحيح، نحن لما نقول عادة إذا حكينا عن العنوان هذا تفضيل أحد بنتنا على ابننا أو بنتنا على بنتها الثانية، تفتكر انه لا ما انا بحبه نفس الشيء. نحن ما عم نقول ما في شك انه تقريبا الكل بحبه، تقريبا أوكي. الكل بحب اولاده نفس الشيء، لانه وقت بكون في شيء خلل بالامومه او بالابوه بشكل انه بحبوا حدا اكثر من حدا. أوكي. وهذا ما موضوع حديثنا، بس حكينا عنه بفتكر بالسابق. هلا عم نحكي عن التفضيل يلي هو فافوريتيزم. صحيح، بس على فكره في لك شغله، الاولاد بيستعملوا هيدا الكلمه كثير، يعني هن مهضومين بين بعضهم الاخوه. يعني اذا ما بعرف اوقات مثلا اذا جبت يا خيي شو عرفني كيس بونبون للصبي ما جبنا للبنت، لا ساسي دي فافوريتيزم، يعني هن عندهم هيدا الترم وبيستعملوه. صحيح فافوريتيزم ايه، لا بس بتعرفي لما يكبروا اكثر بيستعملوا كلمه تفضيل. أوكي. بيستعملوا بتحبيه اكثر مني. اوكي، يعني بعمر 7 و8 سنين و9 سنين اذا لاحظوا انه في انتباه لا هيدا الخي اكثر مني بقول ليه بتحبوه اكثر مني. هلا على كبر اكثر بعمر المراهقه لما يعرفوا كلمه فيفوريتزم التفضيل بصير بتفضلوه علي. لما يكبروا يصيروا بالعشرين بصيروا الاخوه يحكوا بين بعضهم انه كانوا يفضلوك علي، كانوا يفضلوك عليكي. هلا هون بده يرجع يكفوا جمله لانه صاروا فوق ال 18 وال 20 يفضلوك عليك، يفضلوك علي وقت تجي لمساله كذا بصير في تحديد. هلا هيدا شيء طبيعي. خليني بلش معك دكتور رائد، هل التفضيل هو شغله طبيعيه يعني موجوده علميه مثبته؟ هلا هي طبيعيه تصير لانه الاهل ما بينتبهوا، المفروض ينتبهوا. يعني الاهل يكونوا عندهم ضغط ستريس، عايشين ضغط، ضغط مالي يمكن مادي، هم انه الام اللي عم تربي كمان مسؤوله عن امها، زيد عليها الضغط المالي يمكن يكون في كمان كونفليكت، نزاع بينها وبين زوجها، صارت تستسهل التواصل والتعاطي مع من يستسهل التواصل معه من اولادها. في حدا بيكون قريب لها اكثر بالتواصل بالتفاعل، يعني بيفهم علي على بيفهم عليها أكثر، بتصير تحكي معها أكثر من أختها، تتكل عليها بأشياء أكثر، بتصير تاخذ وتعطي وتحس حالها مرتاحة أكثر معها، بتلاحظ الأخت الثانية. هون عم نقول الأمور هيدي طبيعية، العوامل طبيعية، لكن على الأم أن تستدرك ألا تؤثر هذه العوامل على علاقتها مع ابنتها على الابنة الأخرى أو ابنها حي الله. ونفس الشيء البي يعني. فمن هون بيجي هلا كمان بدنا نقول انه بلكي حدا من هالولادة او الابن ولادهم انه كان مرق بحاله صحيه هو صغير. كانت فبيكون عنده كانت هيك كانت دقيقة. جديه دقيقه ومثلا نقول انه زمط زمطه من الموت يعني. يعني بكون فكان بالعنايه الفائقه فكان طيب خلص هلا صار منيح. تنقول كان عمره سنه لما صار معه العارض او سنتين. بيضلوا يعملوه بطريقه مميزة. خاصه ومميزه. بعمر ال 14 وال 15 وال 16 هلا جيتي اذا حدا اجى قريب للعائله وسال الاهل انه طب ليه بنحسكم بتعملوه بالطريقه الكذا، بيقولوا نقطه ضعفنا. طب ليه نقطه ضعفنا؟ لانه هو صغير. طب خلصنا ما هيدي ما نطلع منها مرقت، بس بضلوا خايفين عليه جواتهم يعني. ممكن اذا طبيا هلا اذا ضل عنده هالحامل معه هالحاله الصحيه على كبر ما غلط يضلوا منتبهين له اكثر وعليهم شرح لاخواتهم لانه خيك كذا، يعني في يكون في شيء دائم بقى مزمن. بدنا نضلنا منتبهين عليه لانه مش ما هو لانه بنحبه اكثر او بنفضله اكثر، لكن عنده حاله خاصه بدنا منتبهين لها. طيب خلينا ناخذ نحن هلا حاله شائعه كثير وهي الصعوبات التعلميه. طيب اذا حدا من اولادي عندي تنقول 3 اولاد وواحد منهم عنده صعوبات تعلميه، من الطبيعي ان يسال اكثر عن درسه وان نهتم فيه اكثر بتدريسه. وانه نشوف نتابعه بمدرسه اكثر من اخواته، هيدي ما بنكون عم نفضله بنكون بس علينا شرحها. والا رح يفتكروا هيك.
هيدي موضوع التفضيل دكتور رائد، يعني يمكن اوقات الاهل ما بينتبهوا اذا بدي احكي نسي موضوع الصعوبات او موضوع المشكله الصحيه، اذا اثنين عاديين بفرد بيت تحت سقف واحد ابن وبنت او بنتين او ابنين يلي هو، هل هي بتطلع عليه شعوريا او بتفضل فلان على فلان لانه ممكن يكون عم بردها لما يعني ممكن يكون عم بتحقق من خلاله حلم او من خلاله صحيح. حلم يعني ممكن كثير انه ممكن توصل لانه انا كنت حابه انه ادرس ما بعرف اي اختصاص جامعي او خلينا نعمل آلة موسيقية ما مثلا كأب كنت حابه ادرس اما كأم كنت اتعلم على آلة موسيقية ما وهلا بنتي او ابني عم بيهتموا عندهم هالميل الفني ويعزفون على هذه الآلة فانا بشوف حالي من خلالهم كثير منيح انه بس ليش بدي هون ما انتبه عم بقول بنتبه انه هل انا عم بفضله باشياء ثانيه عم بسمح له باشياء ثانيه ما دخلها بالآلة الموسيقيه بامتيازات اخرى بالبيت لا اسمح فيها لاخته او خيه اوكي وبدنا نجاوب بطريقه صحيحه وصريحه لما حدا يقول ليه بتسمحوا لها تعمل كذا كذا وانا لا لانه هي اكبر الجواب المفروض تكون ايه نعم ايه لانه هي اكبر يعني أوكي. هون ما في تفضيل هون في لما تصيري انت او تصير انت بعمرها لاختك اللي هو عم بتقول 16 بصير بسمح لك تعال بصير بسمح لك تعمل هيك صح وهيدي توضيح من الاهل انه ما في فيفوريتزم هلا اللي معود على الفيفوريتزم على انا اكون مفضل بالبيت وعندي طريقه معينه بتعاطوا معي في عندي مكانتي مكانتي ستاتس عندي مكانتي بالبيت طيب العالم الخارجي لن يعامل ابني كما انا اعامله في المنزل طبعا بيطلع لبرا بصير بالصف بتوقع انه هيك عملوه كمان سبيشل انه بطريقه خاصه بالمدرسه أوكي. كيف اذا كان كمان بارع بالمدرسه ويعامل بطريقه خاصه معناتها انه بكره ليكون مكان العمل بصير انه عشو هذا مدلع وعشو شايف حاله وعشو لانه تعود بالبيت وبالمدرسه أوكي. يعني اذا البيت لوحده نص مصيبه مثل ما بنقول بيت ومدرسه يعني في مثلك كثير بكره بمكان العمل يعني وناجحين مثلك طبعا فما بده يحملها معه هي عدوى عدوى الامتيازات أوكي. انه انا هون هيك فاذا كمان لازم انتم تعملوني هون هيك أوكي. واخرين وشو صار بثقتهم نفسهم قد تؤثر على الاخرين يعني اخواته الاخرين تؤثر على ثقتهم نفسهم لانه الاهل ما كانوا ياخذوني بعين الاعتبار انه بامكاني ان احقق كذا كذا لكن بامكان خيي ان يحقق كذا كذا لانه كان عنده كل الدعم فاذا شو عم ناثر على اعتداده بذاته على السلف استيم تبع خيه لذلك بنقول انه الواحد لما بده ان ينجب معناتها بده يكون قادر انه ينجب لانه انا من هون يعني حضرتك جاوبت على السؤال عفوا عدد الانجاب يعني اذا قادرين ماديا نحن قادرين نجيب 5 اولاد 4 اولاد 3 اولاد لنقدر نحن ماديا قادر قادر ماديا بس قادر كمان تربويا ان تحيط فيهم صح. بشكل متساوي صح هيدا هي انا على كل حال حضرتك يمكن جاوبت على السؤال بس كنت بدي اقول انه هل عقده يعني عقده الخي يلي هو مفضل بيكون نافش ريشه كل الوقت ولكن قد ايه بتاثر على الاخوه وهل بيقدروا يتخطوا هيدي العقدة مع الوقت يعني هل مع الوقت بيفهموا بيستوعبوا بيوعوا بينضجوا على هيدا الشيء اللي كانوا عايشينه بالبيت بفتكر انه لما يكبروا في عدد كبير ما الكل عدد كبير بيعملوا تقييم لكيف تربوا وبيلاقوا اعذار للام او للاب خاصة وانا دايما بقول هيك وهذا بفتكر يعني هي قناعتي انه هالقد امك كانت تعرف تكون ام اوكي بتقول ايه بس ما بتعرف الاثر اللي تركته علي لما كنت إيه انا اعرف كانت تميز اختي عني بكذا وفي منهم باشياء ماديه بيميزوا باشياء ماديه يعني ما تشتريه الام او الاب لا هالاخت ما بيشتروه الاخت الثانيه بدها تستوعب انه هالقد بيعرفوا يعني عليك انت الا تمارسي مع ابنك ومع اولادك بكره ما مورس معك من قبل اهلك وانه تلاقي هالقد بيعرف يكونوا ماما وبابا هالقد قدرتهم واذا كان لا بيعرفوا وكانوا عن قصد طيب هلا ما في اهل بفتكر عن قصد بيقول بحطموا حدا ايه يعني انه بيكون خاصه يعني حتى الأبيوس انه ابنهم ما عم نحكي عن تعنيف هلا بس عم نحكي انه اوقات بيكون في حدا يضرب واخر لا يضرب بالبيت هون عم بيميزوا بس عم بيميزوا بالضرب إيه لا هون في شيء غلط بال في شيء في خلل في خلل في بال ما بدي اقول في مرض ذهني عند الاب الذي يضرب بهالشكل هيدا لكن التعنيف هو مرض ذهني ما بقول ما لازم يميز لازم يضرب الكل بس انه كيف ليه انه ماذا يمثل لك هذا الولد ابنك الذي تضربه ولا تضرب اخاه في هون موضوع ثاني اوكي
والضرب ممنوع يعني ممنوع. لا هو الضرب ممنوع بكل الأحوال. ليه هذا الولد مش هذا الولد؟ معناتها في بده درس بده دراسه كثير هذا دماغ تبع الاب. اوكي عاده الاهل الاثنين بيكون عندهم موضوع التفضيل او ممكن يكون موجود عند الام اكثر من الاب. لا ممكن يكون عند الاب مش أوكي. عند الام عند الاب واثنيناتهم يعني في انه لما نحكي عن نقطه ضعفنا ابننا لانه كان مريض هو صغير هون اثنيناتهم نقطه ضعفهم. أوكي. بس اوقات لا بتكون هون المهم اللي قلتيه انه طب اذا واحد منهم نقطه ضعفه فلان يصغي للثاني يعني تصغي الزوجة للزوج لما يقول لها انه بس كتير هيك واضح انك عم والعكس صحيح انه لفت نظر والواحد لما يلفت نظر الثاني بيكون عن محبة لأولادنا اكيد اكيد فمسألة دقيقة عندها آثار نفسية على المدى البعيد بخف الآثار النفسية ما بنقول إذا راحوا عند معالجين طبعا إذا بتشكل له أزمة لازم يروح عند معالجي أو معالج بخف لما يصيروا أولاد يحكوا مع بعضهم لأنه بتأثر على علاقتهم مع بعضهم على كبر بطريقة سلبية وإذا حكيوا فيها بصيروا أوقات بتصير مادة للضحك أوكي ممكن يتخطوها ممكن يتخطوها إذا هن كانوا واعيين وإذا حكيوا فيها بس إذا ضلوا يحكوا فيها معناها إنه كل عمرك أنت تاخدي كل شيء من نحن كل عمرك مفضل كل عمرك الدلوعة بالبيت كل عمرك الغنوجي بالبيت على فكرة بنسمعهم هولي بنسمعهم حتى بس يصيروا الأولاد كبار بنسمعهم يعني من خلال أصدقائنا من خلال أصحابنا المجتمع تبعنا في كتير ناس بيقولوا إيه ما هي صحيح وقال تقال بطريقة إنه كل عمرك تحصل على اللي بدي إياه على اللي بدي إياه بتعرف كيف تغنج على الماما والبابا هون ما في هالحالة السلبية بس ما انتبه لما في شرخ بصير على كبر معناتها هيدا سببه الأهل كيف هلا بدنا نعالجه بدون ما نقعد نلوم الاهل في منهم يكونوا بعده وفي منهم راحوا بس انه بدنا نشوف نعالجه بس يعني في اوقات حضرتك عم تقول دكتور انه بيضطروا هودي الاولاد انهم يروحوا عند معالج نفسي صحيح. مش الكل اللي بيتخطاها بشكل سلس او بشكل انها ما تترك عليها لانه صارت تخطت حدود معينه صار فيها نوع من النجلكت من الاهمال اهمال العاطفي نوع من انواع التعنيف يعني لك قد دور الاهل كبير يعني شئنا ام ابينا يمكن اوقات عن غير قصد اوقات عن غير درايه ولكن الطريقه يلي بيربوا فيها هودي الاولاد عم بتشربوا كل شيء عم بيلاحظوا كل شيء وعم ينتبهوا لادق التفاصيل فالاهل لازم يكونوا فعلا جدا واعيين بطريقه التعاطي والتربيه يلي عم بيقوموا فيها بالبيت صحيح شكرا كثير لك حلو كثير كان الموضوع اليوم على امل انه الاهل يقدروا يعملوا هيدا البالانس والتوازن وما يفضلوا ولد على الثاني بالاخر بحبوا اولادهم قد بعضهم اسئلتك الحلوه شكرا شكرا اهلا وسهلا فيك